سوي هيك 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 يا جع يا جع هذول خلف ام هاوش جوكم علامكم ما تردون السلام هاي هاي انا خلف افرس فرسان الفريسه العريشه تطواريد تشرفنا شرفنا وانا هاوس بالشيش احكي ثلاث لغات انجليزي وانجليزي واجنباوي ما شاء الله هو كان سلمك نايس تو ايت يو قصدك نايس تو ميت يو نايس تو ميت يو تو اقول هذه على المثله تطلع بالتلفزيون اسمها فتونة البيضة الابيض 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 جت على الصحراء انقطعت سيارتها خربانه اقول شايفك انت يوم قال لك اطلعي خاينة قلت له لا هي اسمها صرخة بالوادي برافو عليك وانا بعد شايفك بمسلسل صرخة الواوية ايه برافو عليك شفت بيحضروني مو مثلها هي اقول مسلسلاتك كلها صريخ شو بدنا نساوي المؤلفين بيعملوا مسلسلات مشان تتسوق كلها صريخ ونحن الممثلين مو طالع بايدنا شي بدنا نشتغل يلا يكون بعونكم اقول ودوها عبيت زعيم طرود انا توخرت على الحلال ما بدك زميرتك؟ اي زميرتي اعطيني شنتي خذ هات 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 بدنا نتصور نتصور معك ايه شكرا معكم دحشة قدامك بس مين دول صورنا؟ ماهوش طلع الموبايل والله بالبيت انت معك موبايل؟ ايه طبعا معي بس صورينا انا اسفه خالص شحني هي إيه عندنا شحن إيه على الحين عندنا عمي طلول تفضل تعال أقول أنت تتمثلين بال هلا عمي صالح خود تمين بدكم شي تاني سمعتوا آخر خبر بيمثلة اسمها فتون قاعدة عند عمي طرود بالمجلس وش تقول يلا خد الزعيم لك لحظة بحث فتونة يا شباب بعدين ممثلي هون عندنا بالقبيلة يا عنود يا عنود علامك علامك تصيح ديري بالك على الدكان انا راجع يلا لوين بعدين مسجتي على صالة اربعة بس ما صار على الشفه عم مطرود بلاقي عندك حدا يساعدني بتصليح السياره اي اعطي المفتاح لعياد وهو يصلحها حاضر يا عمي أخ عياد حضرتك بتعرف تصلح سيارة؟ أصلح طيارات وسيارات وطرزينات بعد تفضل هاي مفتاح السيارة لعيونك يا عمي وعيون المزيونة نصلح السيارة وبالله تكوني ممنونة الفتون يا الفتون يا الفتون يا هلا ومرحب يا هلا ومرحب بالزينة اللي اسمها فتون يا الفتون يلي على قلوب البشر بتموت بتموت وما في شاعر عاقل أو مجنون إلا تغزل بعيونك الحلوة يا الفتون يا الفتون صح السمر شو هالدرر هاي هاي نسوان ونسواننا نسوان لله لا 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 لله خلاص شكرا على الكلام الحلو والله خجلتوني يلا طيب يلا طيب يلا طيب